السلام ورحمة الله. الحمد يا سلام الخيرات الدولية. يا سلام كيف حالكم؟ طيبين. السلام عليكم. مساء الخير دكتورنا. كيف حالك دكتور؟ اهلا وسهلا. طيبين ان شاء الله. الحمد لله. كيفك يا دكتور؟ يعطيكم العافية. طالعين من العملية. دكتور ثامر. نعم. دكتور ثامر. نعم. ونعم حياك الله. الله يحفظك. حياك الله يا دكتورنا. الله يسلمك. الدكتور احمد سيف. ايوه الله يحييك يا دكتور احمد. يا اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. اهلا فيك. كيف اموركم؟ طيبين ان شاء الله. الله اللهم لك الحمد. الله يديمها علينا وعليكم ان شاء الله. كيفك يا دكتور؟ شلونك يا دكتور؟ والله الحمد لله بخير وبنعمه. الله يبارك فيك ويسلمك. الان بقول لك يا دكتور احمد ايش التخطيط اللي عندنا الان، كيف راح نعمل؟ تفضل. في حالات كثيره طبعا محوله من المنطقه، عندكم فيها تكدس كبير، المنطقه عندكم فيها تكدس كبير من حالات الهيب ديسبليزيا، وتعرف العوائل في المنطقة عندكم عوائل بسيطة، يعني تلقاهم يخافون من العمليات ويتأخرون في يعني إحضار الطفل للعلاج الجراحي أو العلاج الطبي. فعدد الحالات المحولة منكم عندنا عددها كبير، وتتأخر عندنا كثير في الوصول للعيادة ومن ثم العملية. هذا شيء. الشيء الآخر أنه إحنا لما نسوي لهم العملية عندنا الأهل يسافروا بالطفل داخل السبايكا كاست، يروحوا لمنطقتكم في عرعر، ثم يسافروا من عرعر بالطفل بالسبايكا كاست، يرجعوا عندنا نشيل لهم الجبس ونغير لهم برومستيك كاست، ثم يسافروا بالطفل مره ثانيه عندكم، ثم يرجعوا مره ثانيه بالبرومستيك كاست. هذا العذاب والغربله في وجود جراحين بخبره عاليه امثالكم دكتور احمد، اشوف انه ضياع، هدر للطاقه وهدر للاموال وبعد عن الرعايه الصحيه المثلى. يعني المريض اذا كان متعلق بطبيب قريب من عنده في المدينه نفسها، الرعايه الصحيه تكون افضل، صحيح. والتكامل الصحي يكون افضل للمريض. فاحنا الهدف الان يا دكتور احمد، الحالات اللي حولت عندنا فور سيرجيكال اللي عمرهم 3 سنوات، 2.5 سنين، 4 سنوات، هذول ناخذ احنا ارقامهم اول شيء نقبلهم. لما تحولونهم اي شيء من عرعره نقبله مباشره بدون تردد. وبعدين شيء طيب. نعم. وبعدين لما يعطون مواعيد في العياده بعيده، نقوم أنا والأستاذ عايد عندكم بالتنسيق أنه زيارتهم للرياض تكون زيارة مع العملية مباشرة، ما تكون زيارة عيادة ثم نعطيهم إحنا موعد العملية بعدها بستة شهور. هذا هدر برضو للجهد. نستقبلهم مباشرة للتنويم وللإجراء العملية، وبعدين يطلعون من عندنا وينتقلون لرعايتكم الصحية في عيادات في مشتركة نتشارك فيها، نشوف الأشعات، نغير يتغير الجبس لهم من السبايك للبرومستيك ومن البرومستيك للريموفر بالكامل. صحيح. كلام جميل. انا جاهز يا دكتور، انا تحت تصرفك. الله والله شوف الحالات اللي عم نحول لك يا دكتور غالبا نيجلكتد كيس، يعني فوق السنتين. نعم. فوق السنتين. نعم. صحيح هذا ملاحظ هذا دكتور احمد. ايوه. ولما نقول لهم عمليه جراحيه يخافوا. نعم. ويسالوا سؤال، هل عملتوا العمليه هاي سابقا؟ هل عندكم نعم. خبره فيها؟ فنحن لا نكذب عليهم، ما عندنا خبره. نعم. ليش؟ لأن ما نعملها بشكل متكرر، ونقول لهم نعم. افضل تروحوا ناس يكون عندهم خبره في الموضوع واخصائي طب، يعني بدياتك اورثوبيديك. الله يكتب اجركم يا دكتور احمد. واحنا على اساس يعني انتم التروما ماخذه جزء كبير من حياتكم، الله يكون في عونكم. يعني والله تسعيد دكتور ايمن المدير الطبي صوبني قاعد، يعني 90% نعم. مش لنا تروما يا دكتور اضل. ما تلام نحن عم نشتغل يعني. هذه الاطفال بالحاجه بالضروره. نعم. احنا على تم يعني استعداد قبل... دكتور احمد احنا، وهذا اللي نتمناه والله. هذا شيء طيب منك يا دكتور، احنا منتظرين تعاون. ممكن يقولنا يعني طب شو لك؟ عندي فكره يا دكتور ثامر. تفضل. نجمع لك كم حاله عمليات جراحيه. نعم. تفضل انت لعندنا على المنطقه، شو رايك؟ ما عندي مانع ابدا، بالعكس على الرحب والسعه. تعمل عمليات جراحيه عندنا، اول شيء فائده للمريض وفائده نعم. للاطباء برضه وفائده ممتاز للأطباء. جدا نتعرف عليك عن قرب يعني. والله هذا شرف لي يا دكتور احمد. احنا نبغى كم حاله ممكن تعمل في اليوم يا دكتور ثامر؟ يعني اذا طبيب التخدير عنده خلينا نقول الاريحيه الكامله لتخدير اطفال صغار اعمارهم 2-3 سنوات، طيب احنا ممكن نسوي الى 3-4 حالات اذا كان بيجلسون معانا مثلا من الساعه 8 الصباح الى الساعه أيوة. مثلا 5 العصر او 5 المساء، ممكن نسوي 3-4 حالات. خير. ان شاء الله لك 3 حالات كذا، ما في مانع يعني الفتره القادمه القريبة جاء ممكن ندعوك لعندنا على المنطقة لو سمحت. ما في مانع أبدا، وإحنا يعني جاهزين نستفيد منكم وتستفيدوا مننا يا دكتور أحمد. نتشارك إحنا بالآراء. نحن رح نستفيد. لا أبدا، إحنا نتشارك بالآراء ونطرح ما عندنا ونسمع ما عندكم يا دكتور أحمد، ونشوف الإمكانيات اللي عندكم،
واحنا التارجت الهدفنا الوحيد دكتور احمد تقديم رعايه صحيه جيده متكامله باقل الجهد والتكاليف على الجميع. هذا الشيء صح. نعم. طيب يا دكتور خلاص ان شاء الله انا حجمع لك حوالي 3 حالات سيرجيكال. نعم. ناقشها قبل ناقشها معك قبل على السكايبي وبعدين حدد موعد لمجيئك تعمل العمليات الجراحيه. ممتاز. اذا خلينا يا دكتور احمد نسوي لنا عياده هذا الاتفاق الاولي، نعمل لنا عياده شهريه يوم الاربعاء مثلا، نختار اسبوع من الشهر مثلا، خلينا نقول الاسبوع الثالث من كل شهر ميلادي يوم الاربعاء. طيب نعم يوم الاربعاء الاربعاء الثالث من كل شهر. نعم كل خلص سجل يا سجل خلاص. نعم. هاي فكرة طيبة. نعمل فيها عيادة مشتركة بيننا وبينكم. نشوف الحالات إذا بغيتوا سريريا ممكن نحجز فيها إلى 10 حالات. خير إن شاء الله. طبعا هنعرض حالات الثاني أطفال إذا في حالة سي بي إحنا ضدها. أي حاجة العظام الأطفال إحنا على أتم الاستعداد دكتور أحمد. أيوة هي اليوم mainly DDH mainly بس نشوف بعض حالات سي بي. أبدا أنا حتى أنا شو في بعض الحالات عندكم حالات عند حالات سي تي اي في مثلا. نعم في حالات كلب فوت يا دكتور احمد يجون جو عندنا المرضى وفيما يبدو يعني في بعض التحديات عندكم في الكلب فوت ما هي سهله. البونسيتي كاستنج هذا في تريكس واحنا مرينا في اخطاء من قبل وعدلناها وكذا، فاحنا في الزياره ان شاء الله نخليها زياره لمده يومين. اذا كان مثلا تجمعت 4 حالات او 3 أو 5 حالات في العياده نتشارك في البونسيتي كاستنج ويشير النوليدج والسكيلز فيها، وبعدين مثلا بعد ما خلص يوم العياده يكون اليوم الاخر كله عمليات لنا ان شاء الله. خير ان شاء الله. فكره طيبه ان شاء الله. فكره طيبه باذن الله. وانت طيب يا دكتور احمد. اذا راح يكون التنسيق ان شاء الله على العياده متواضعه. بدايه متواضعه ممتازه. لابد البدايات تكون كذا يا دكتور احمد لابد يعني عشان احنا نعرف اللي موجود وغير موجود. وحتى الزياره الجراحيه يعني احنا ممكن بدل ما تكون 3 حالات تكون في البدايه حالتين، نعرف النواقص الموجوده في العمليات. نعم فناخذها خير خطوة. والخير ما دام النيه موجوده والعزيمه موجوده دكتور احمد لتقديم الرعايه كل شيء راح يتحقق باذن الله. الاراده موجوده بس شويه تسهيلات بس يعني باذن الله ان شاء الله. ما تعرفنا على الدكتور؟ السلام عليكم دكتور سامي، ازي حضرتك؟ الله يحييك يا اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ احنا طبعا دكتور ايمن مدير طب المستشفى. الله يحييك يا دكتور ايمن يا اهلا وسهلا. فطبعا فرصه سعيده نتواصل مع حضراتكم مع مركز طب متقدم ومع ناس افاضل زي حضراتكم. الله يحييك ان شاء الله. يعني خدماتكم ان شاء الله يجعلكم في موازين حسناتكم اللي بتقدموها هناك واللود اللي شايلينه في المنطقه كمنطقه مركزيه وتحويلات بتجيلكم من عندنا كمان. احنا نشكر جهودكم على الرحب والسعه دائما. نشكر جهودكم طبعا ونقدر لحضرتك قبول حالات، وطبعا اللي نتمنى ان حضراتكم تبقوا نحضر حضراتكم حالات خاصه حالات اللي هي الكومبليكيتد. نعم حضرتك يعني لما تحضروا تشرفونا هنا تبقوا على ارض الواقع تشوفوا طبعا الدكاتره الدكتور احمد والدكاتره هنا الحمد لله ما شاء الله عليهم ما مقصرين، لكن طبعا حضراتكم يعني ما نستغنى عنكم. حضرتكم اضافه للمكان عشان نبني المكان لان احنا كلنا في الاخر كلنا في الاخر برضو وهنمشي باذن الله باذن الله. عشان دكتور احمد تعمل دكتور احمد تفضل. عذرا المقاطعه دكتور ايمن الزياره الاولى ما اذا انت عندك ترى انه في اشكال في جراحه عظام الاطفال ما تعمل بشكل كبير، ما تفضل انها تكون زياره تشخيصيه للمكان، نزور انا وياك غرفه العمليات نشوف الادوات الجراحيه من البدايه، نتكلم مع دكاتره التخدير ونقول لهم انه هذه متطلباتنا للعمليه، لانه التخصصي عنده استعداد كامل لجلب اي ادوات ولجلب حتى اطباء تخدير ولجلب مثلا مساعدين في العمليات. فاحنا طيب خير ممكن إن شاء الله. ممكن نعمل زياره تشخيصيه تكون مدتها يوم، نحضر عياده الاطفال معاكم نعطي محاضرات عن البونسيتي كاستنج ونعمل لنا مثلا 4-5 أطفال سيريال كاستنج للعياده ونزور العمليات كمان فيها ونجهز العمليات للزياره الاخرى اللي راح تكون زياره سريريه وجراحيه في نفس الوقت. والله هذا شيء جميل يعني زياده تعارف ومعرفه يعني وتشخيصيه. نعم إيه راح يكون فيها مشاركه علميه، راح نكون نشوف فيها مرضى مع بعض وراح يكون فيها تدريب على البونسيتي كاستنج، وانا اتوقع انها راح تكون ان شاء الله بالكم هذا راح تكون وافره ومحققه لكثير من الاهداف ان شاء الله. خير ان شاء الله. خلينا نجمع حالات يا دكتور باذن الله باذن الله وندعوك تتفضل عندنا على المنطقه ونكون تعارف وتشخيص الحالات ان شاء الله وانت طيب ان شاء الله. فرصة دكتور احمد انا عندي مرضى كثير من المنطقه من الحدود الشماليه طيب ايوه وهم الان موضوعين على قائمه العمليات، يعني مثلا الاسبوع القادم تلقى فيه احد، الاسبوع اللي بعده فيه كمان مريض، في مرضى كثر.
هل كيف اقدر اقول لهم انه انا سويت العمليه المتابعه مع الدكتور احمد؟ والله يا دكتور بس اعطيهم اسمي يا دكتور، يعني بس اقول لهم تابعوا مع الدكتور احمد وهم يجوني على طول. اتواصل مع عايد مثلا وارسل له، لانه انت طبعا يحتاج تكون عندك المام كامل بالحاله، التقرير الطبي للعمليه، توصياتنا بعد طبعاً. العمليه نعم. فانا راح اتواصل مع عايد بحيث انه ممتاز. مثلا نسوي وعايد اتوقع عنده صلاحيه يدخل على الملفات، ممكن ياخذ الملفات. لا ما لازم تقرير طبي، التقارير الطبيه بتكون في الجهاز. نعم التقارير الطبيه بتكون في الجهاز قطعا، تقرير العمليه مثلا اي ما في مشكله، هذا يسحبها. نعم وانا اكلم عايد واقول له التاريخ المناسب للدكتور احمد انه يشوف المريض هذا. دكتور انا افضل ما في عندنا نعم علم وبدوية نعم، فهم حيكونوا يلبوا الطلبات اللي عندك كلها ويعطوها لعايد. نعم فنعمل لكل مثلا في PDF لكل حالة تكون بملف مستقل. نعم PDF يرسل لهم وهكذا نرسل لهم، فتكون طيب ممتاز. إذن مع بدوية معهم هناك من الناحية الطبية. ممتاز ممتاز. احنا زملائكم في القريات تقريبا موافقين على نفس الإجراء ويرحبون بالمسألة هذه، لأنه بالفعل السفر بطفل في الجبس معاناة للجميع يعني صراحة. والله معاناة الطفل معاناة الأهل. نعم نعم. واحنا صراحة نفرح يعني فرح كبير لما نلقى ناس يعني عندهم الحس الإنساني رفيع جدا مثل يا دكتور. نحن بخدمتك يا دكتور، بخدمة المرضى، وشو تقرر احنا ما عندنا مشكلة. خلاص بإذن الله. إذا كل المرضى اللي راح يتسوى لهم عمليات عندنا من المنطقة الشمالية ومن الجوف نتابعهم، ما عندك مشكلة يا دكتور ثامر، اتابع لك اي حالة. الله يكتب اجرك يا دكتور احمد. الابلكيشن سكايب موجودة تقدر تناقش معك فيها باذن الله وانت طيب ان شاء الله يا دكتور احمد. اخجلتنا والله كرمك. لا والله هذا واجبنا يا دكتور. الله هذا من صميم، هذا من صميم عملنا. الله يبارك فيكم يا رب. طيب دكتور ايمن تقول حاجة؟ اقول طبعا هو يعني مشاركة حضرتكم معانا ولما حضرتك قلنا ان شاء الله وده طبعا يعني له جوانب ايجابيه كتير خاصه على المجتمع، ان زي ما قلت حضرتك ذكرت في الاول ان السفر بطفل في جبس ويعني مشقه. نعم اول حاجه هيوفر على المجتمع وهيوفر على المريض وهيوفر على عيلته السفر. نعم يبقى طاقم مكادر طبي موجود الحمد لله طبعا عندنا متوفر، وما يجي لكم اهل الخبره واهل الاختصاص يجوا من الرياض، ده هيوفر على المجتمع كتير، ده رقم واحد. ده اعتقد هيوفر مصاريف ونفقات كتيره بتتحملها الوزاره. نعم. رقم ثلاثه ممكن حضرتك ناسس يبقى مركز الشمال هنا بجهود حضراتكم والخبره اللي حضرتك تنقلوها للصف اللي عندنا، يبقى مركز الشمال اللي حضرتك حاطط كل حالات الشمال ممكن حضرتك تيجي تعملها هنا. ما عندنا بعد حضرتك بتاسس بعد حضرتك بتاسس المكان ممكن باشراف حضرتك يبقى كل الحالات ممكن تتعمل هنا بعد ما تتناقش مع حضرتك عن طريق الفيديو كونفرنس. والله اشوف انا في وجود الدكتور احمد ما اشوف انه في حدود للمشروع يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله حيكون تعاون يا دكتور سامي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. تعاون ممتاز بوجودك بوجود الخبر اللي عندك يا دكتور. الله يبارك فيكم يا دكتور احمد، يكتب اجر الجميع ان شاء الله. اذا موعدنا ان شاء الله الاربعاء ثالث اسبوع من الشهر تكون عيادتنا ان شاء الله مشتركه باذن الله. باذن الله باذن الله. حفظكم الله يا دكتور احمد. ساكن معلش يعني ساكن. من بعد الظهر انا عندي عياده الصباح تنتهي على الساعه 1 تقريبا، من بعد 1 أيوة. انا لكم ان شاء الله موجود ان شاء الله. خلاص ان شاء الله. خلاص يا دكتور تليفونك معي انا اكلمك مع التليفون. الله يحييك يا دكتور احمد على الرحب والسعه. الله يسلمك، بس سجل الرقم عندك مشان يكون اسمه مسجل. خلاص مسجل خلاص. رعاكم الله. شكرا جزيلا. اهلا يا دكتور. شكرا جزيلا. شكرا حياك الله دكتور. نراكم على خير ان شاء الله.